عندنا الكواليس طول النهار هنتكلم فيها، اللي حصلت طول النهار هنتكلم فيها. كابتن وليد سمعتني يا كابتن وليد ولا لا؟ اتفضل يا كابتن اسلام. كابتن وليد طبعا احد كباتن النادي الاهلي ونجم كبير في النادي الاهلي لفترات طويله، وحضرتك كنت كابتن فريق النادي الاهلي في مباراه السوبر الافريقي امام كايزر تشيفز، صح كده؟ ايوه مظبوط. فاكر المباراه دي يا كابتن وفوز النادي الاهلي على كايزر تشيفز؟ طبعا، يعني كانت سنه مميزه جدا. ايوه، كان النادي الاهلي بيبتدي يطلع لعيبه صغيره، كان اكبر اثنين في الفريق كنت انا كابتن الفريق وهادي بعديه. ايوه، وكان عصام الحضري طبعا بعدينا. ايوه، بقيه اللعيبه كلها كانوا يعني شباب وكلهم نجوم طبعا. كان وائل جمعه جاي من المحله، وكان شادي، وكان خالد بيبو وبلال ورضا شحاته، وغير ان كان حسام غالي. ايوه، طالع من الناشئين. كان لسه صغيرين بقى. كلهم كانوا لسه صغيرين. ايوه، والسنه دي كانت مميزه جدا مع مستر مانويل. 2001 خدنا دوري ابطال افريقيا. وطبعا عملنا المباراه الشهيره بتاعه 6-1. ايوه، نادي الزمالك، ودخلنا على السوبر الافريقي. كان ليها كواليس كتير طبعا، اهمها ان كان كابتن حسن حمدي وكابتن خطيب وكابتن طارق سليم الله يرحمه. ايوه، جم عملوا معانا اجتماع، والكابتن حسن قال لنا كده بالظبط ان دي البطوله الوحيده اللي ما دخلتش دولاب النادي الاهلي. الوقت ده كانت اول بطوله سوبر افريقي للنادي الاهلي. ايوه بالظبط، هو قال لنا حتى يعني بصوا على الدولاب بتاع الكؤوس، البطوله الوحيده اللي ناقصه النادي الاهلي. ايوه، احنا طبعا المباراه في استاد القاهره بحضور جماهير النادي الاهلي، فاحنا محتاجين فعلا ان البطوله دي نكسبها. ايوه، وكان الفريق برغم ان هو كان فريق شاب، لكن جات له ثقه كبيره من دوري ابطال افريقيا من التالق. وبصراحه مستر مانو الجوزيه كان مدي اللعيبه كلها ثقه بشكل غير عادي. ايوه، فكان يوم مميز جدا. وطبعا تالق كل الفريق، يعني خالد بيبو كالعاده عريق السنه كلها. ايوه، وكان حسام غالي احرز الهدف الثاني، وطبعا الهدف التاريخي لعصام الحضري. ايوه، هدف غريب جدا، وكلنا ما يعني كلنا ما صدقناش نفسنا. والهدف الثالث كان للكابتن سيد عبد الحفيظ. ايوه، والحمد لله يعني كان ليا الشرف ان انا اشيل الكاس وان احنا نتوج لاول سوبر افريقي. كابتن وليد، انا هاخد من كلامك في ان مانويل جوزيه، مستر مانويل في الوقت ده كان مدي للفريق كله الثقه، واعتقد ان ده بيحصل دلوقتي، بمعنى ان موسيماني برضو بيدي الثقه لكل اللاعبين اللي موجودين، حتى اللي ما بيلعبوش ابتدوا يخشوا الفتره اللي فاتت، ابتدت الامور تبقى افضل كتير جدا في حتى الاربع مباريات الدوري بما فيهم التعادل في بيراميدز. شايف الثقه دي؟ اتفضل اتفضل. قلت معاك تقريبا قبل بطوله افريقيا، او قلت في قناه الاهلي. ايوه، قلت ان مهم جدا 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 ان النادي الاهلي يتوج بدوري ابطال افريقيا اللي فات. اللي فات. اللي فات. البطولة اللي فاتت مهمة بشكل غير عادي. وكان ليا مقولة ساعتها، قلت النادي الأهلي هيتسيد البطولات العشر سنين اللي جاية. مظبوط مظبوط. من حتة الثقة دي. يعني كان مهم جدا جدا إن الجيل ده، أنت جايب لعيبة لسه بتدخل لأول مرة، جايب لعيبة أظن إن دوري ابطال افريقيا وانت تراجعني يعني. ايوه اتفضل يا كابتن. ما كانش حد خد البطوله غير 3-4. قبل اللي فاتت. صح صح. وليد سليمان تقريبا. وليد سليمان، سعد سمير، ممكن يكون برضو تقريبا، بس هما الاثنين بس تقريبا. بالظبط، يعني انا متهيألي 2 أو 3 بالكثير. مظبوط. فكان مهم جدا. ورامي ربيعه ممكن. ورامي ممكن. يعني هما تلاقيهم 3 تقريبا. ايوه. كان مهم جدا جدا بطولة السنة اللي فاتت اللي النادي الأهلي كسب فيها نادي الزمالك وتوج بدوري الأبطال. أيوه. تحس إن الفريق داخل السنة دي أكثر ثقة. في ثقة كبيرة، البطولات بتتوالى، أنت وصلت نهائي أفريقيا وإن شاء الله ناخد العشرة. خدت الدوري، خدت الكاس، خدت السوبر، خدت كل البطولات اللي دخلت فيها. أيوه. فمهم جدا جدا الثقة دي. وعاملها مستر موسيماني، وقبليه عملها الكابتن خطيب بصراحه. ايوه، من ساعه ما حضر للفرقه، من ساعه ما
بدأ في تقريبا في يناير 2019 تقريبا 18 كمان ممكن يعني لما النادي الأهلي جاب حسين الشحات كان رجع رمضان وكان الدنيا بدأ النادي الأهلي يعد نفسه. وأنا قلت الكلام ده الحمد لله متسجل برضو على على السوشيال ميديا، قلت الأهلي بيحضر فريق ياخد بيه بطولة أفريقيا. وهو ده اللي حصل يا كابتن وليد خلال الفترة دي. طيب أنا عايز أخدك في موضوع أهم بالنسبة لي، لأن أنا الحقيقة من أول امبارح وأنا شايف أن هناك حملة تطمين للاعيبة النادي الأهلي، وأن هم الماتش سهل يا جماعة، الماتش ده يعني بعض من لا يشجع النادي الأهلي دايما بيروح في اتجاه أن الأهلي، يعني أي حد يشوفني ما بيشجعش النادي الأهلي يقول لي مبروك يا عم أنتوا خدتوا العشرة، مبروك يا سيدي ده فريق كايزر تشيفز ده مش عارف إيه، مبروك يا كابتن. ما حصلتش معاك يا كابتن وليد؟ طبعا حصلت كتير، لكن هو ده دور المدير الفني ودور الكابتن سيد عبد الحفيظ ودور اللعيبه الكبار. مهم جدا. لو تفتكر يا كابتن اسلام، احنا اصعب المباريات اللي الفرق بتدافع فيها باستماته، ان انت بتدخل المباراه فاكر ان انت الاحسن. بتبقى المباراه صعبه جدا، وده نهائي افريقيا، فبالتالي فكره ان انت كمان تخترق دفاع متكتل بتبقى فيها صعوبه، وشفناها قدام نادي المقاولين، وشفناها قبل كده في الدور الاول مع البنك الاهلي وتعادل، وشفناها مع الفرق اللي بتدافع بعدد كبير ضد النادي الاهلي. وخلي بال حضرتك كابتن وليد برضو الاجسام بتاعه لعيبه كايزر تشيفز اقوى من الفرق اللي حضرتك اتكلمت عنها برضو هنا في الدوري المصري، اسرع اقوى بنيان جسماني اقوى، وبالتالي النادي الاهلي هيواجه حائط دفاعي قوي جدا. مليون في المية، مليون في المية. انت بتلعب نهائي افريقيا. لكن هي محتاجة حاجتين. رقم واحد، اللعيبة ما تبصش ابدا للجزئية دي اللي انت نازل كسبان، او اللي بيتقال على السوشيال ميديا ثلاثة واربعة وخمسة، الكلام ده اللعيبة تلغيه تماما من عقولها. زائد الصبر. الصبر الصبر، لازم تجبر على الهجمة بشكل كبير، لازم يبقى عندك صبر طول المباراة مع تركيز. لان انك تخترق دفاع منظم وعنده عدد، لازم تشتغل على المحاور كلها بقى من اطراف ومن العمق. بس يا كابتن وليد، واحنا بنتكلم في النقطه دي من الناحيه الفنيه، معظم مباريات النادي الاهلي اللي بيلعبها هنا حتى في الدوري العام المصري او حتى ضد الفرق في قبل النهائي امام الترجي وقبلها في سان داونز، بيلعب كده. اي فرقه بتيجي تلعبك بتلعبك بهذا الشكل، ان هو بيقف يدافع بشكل كويس وبعدين يعتمد على الهجمه المرتده او السرعات اللي موجوده. فمن المفترض ان النادي الاهلي متعود شويه على الشكل ده، ولا ايه رايك؟ بنسب. يعني في فرق مثلا زي الاتحاد السكندري مثلا او سموحه، فضل ان هو يلعبك جيم مفتوح، فانت بتكسب مستريح. مظبوط. في فرق ثانيه بتلعبك دفاع منطقه لكن مش من الثلث الاخير، لعبك دفاع منطقه من نص الملعب، فانت برضو بيبقى عندك فراغات تقدر تعمل منها تصويب، تقدر تعمل منها كرات عرضيه. يقدر السوليه وقفشه يشيلوا من ورا خط الدفاع لمحمد شريف. او لحسين الشحات اللي بيقطع. لكن كايزر تشيف مع الوداد المغربي في الماتشين، هو ما عملش كل ده، هو لعب ثلث ملعب، كل العشره على خط ال 18. فهنا بيلغي لك فكره مثلا ان انت تصوب. التصويب هيبقى صعب جدا. يلغي لك فكره ان انت تحط كوره من ورا خط الدفاع، لان ورا خط الدفاع مفيش مكان. مظبوط. برافو عليك. قافل لك الاطراف بشكل كبير قوي، عامل دبل بريس ما بين الباك والهاف بتاعه. طب الحل ايه يا كابتن؟ الحل ان انت يعني لازم كل هجمه تصبر وتلعب بسرعه. يعني وانت بتنقل الكوره من تحت لازم ما يبقاش فيها بطء، يبقى فيها سرعه. وفي نفس الوقت اتمنى هنا لازم شخصيه لعيبه النادي الاهلي خصوصا الجزء الامامي. لازم في بعض الاوقات اشتغل فرد. فاكر يا كابتن اسلام، احنا في الاجيال بتاع الجيل بتاعكم والجيل بتاعنا، كان لازم يبقى عندك الحل الفردي، ترقص وتاخد فاول، ترقص وتاخد بينالتي. مظبوط. ترقص وتخلي تجبر الدفاع المتكتل ده انه يطلع لك. ففي شغل كتير طبعا مستر موسيمان اكيد بيشتغل عليه، اكيد بيشتغل على الاماكن اللي بين الباك والسترد باك.
مهم اذا ربنا طبعا ان شاء الله باذن الله يكون رايد لنا كمان السيناريو الحلو ان احنا نحرز بدري علشان الفرقه تطلع بره كل المواقف. برافو عليك يا كابتن وليد. اعتقد ان هدف بدري لو قدر النادي الاهلي يجيبه هيغير من شكل المباراه تماما. يعني ان شاء الله باذن الله هنكسب كويس. يعني لو هدف بدري ان شاء الله باذن الله هنكسب مكسب كويس. ايوه لان الخطوط هتتفتح وهو ما يعرفش يلعب بهذه الطريقه. وبرضو وانا بتكلم معاك يا كابتن وليد حضرتك بتقولي بيلعبوا في تلت ملعب يعني 30 40 يارده، وبالتالي اعتقد ان ده بيخلي لياقتهم البدنيه دايما موجوده، على عكس بقى النادي الاهلي ان هو اللي بيهاجم وهو اللي بيعمل من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال وبيرقص زياد. صح، هو دايما ما عندوش توتر وعايز يصدر لك انت التوتر. هو طول ما النتيجه تعادل هو يروح للوقت الاضافي وبعدين يروح لضربات الجزاء او يروح لضربه ثابته كورنر فاول وعندهم اطوال. هو بيلعب على كده، فما هو وهو كمان بيدافع ما عندوش توتر. ايوه، انت اللي هيبقى عندك سنه استعجال، عايز تجيب جول بدري، عايز تريح نفسك. كل ما الوقت بيتاخر الكلام اللي شفناه مع الوداد يا كابتن اسلام. الوداد فضل يلعب ال 90 دقيقه وكل شويه بيتوتر زياده. ايوه مظبوط. فاحنا عايزين نصبر على الهجمه، يبقى في صبر ويبقى في تركيز وتبقى الوحده بوحدتها. طبعا المباراه دي مش محتاجه حد يضيع. يعني شريف لو راح، طاهر لو راح، حسين الشحات لو راح، لازم نص فرصه جول. ايوه. طيب كابتن وليد، اخيرا مركب محمد الخامس اللي هتلعب عليه المباراه يعني مساحاته شكلها كده شكل بترو سبورت، هل ده هيفرق مع النادي الاهلي سلبا ام ايجابا وجهه نظرك؟ ما سمعتش يا كابتن اسلام. الاستاد اللي هيتلعب عليه المباراه استاد مركب ملعب الخامس محمد الخامس هيبقى تقريبا هو شبه بترو سبورت في نفس المساحات، وان هو ضيق سنه او الناس بتحس ان هو ضيق سنه، هل ده يفرق سلبا؟ يعني كل ما الملعب يكون ضيق كل ما يكون ده لمصلحه الفريق اللي بيدافع. مظبوط. محتاج جدا المهاره الفرديه. ايوه، محتاج جدا ان انت الكره لما تيجي لجناح سواء حسين الشحات او طاهر او لو لعب اجاليه او كهربا او صلاح محسن، اي جناح لازم ياخد واحد ضد واحد. مظبوط. لازم افكر في الحل الفردي. ايوه، لو انا هرجع تاني وارجع تاني لعلي معلول وبعدين علي يرجع لديانج وديانج يلف الكره، هم واقفين هنفضل نلف الكره بس. برافو عليك. ايوه. طب كابتن وليد ده اتفضل يا كابتن. الحل الفردي يعني، واتمنى ان يكون اللعيبه يعني واخده شغل فردي كتير. مهم جدا ان حسين الشحات يعدي ويلبس الراجل ده بفاول بانذار في ضربه جزاء. مهم جدا ان هم يحسوا ان لعيبه النادي الاهلي بتخترق فردي. يعني هي الحلول الفرديه هي اللي من الممكن ان تكون التفاصيل الصغيره اللي نقدر ان شاء الله ربنا يكرمنا في هذه المباراه ان شاء الله باذن الله. كابتن وليد ده اخيرا لو حابب تقول رساله لعيبه النادي الاهلي قبل المباراه باقل من يعني لسه واصلين النهارده، تقول لهم ايه؟ اقول لهم ان يعني كل جماهيركم واثقه فيكم، العبوا بدون ضغوط. ما تضغطوش، انتوا قدمتوا كتير، انتوا والجهاز الفني. فجماهير النادي الاهلي كلها ثقه فيكم، عايز اللعيبه تطلع احسن مستوى ليها بدون ضغوط. يعني ما تخافش ان انت لا قدر الله لو خسرت البطوله جماهيرك، لا، جماهيرك في ظهرك. أيوة. طول عمرها في ظهرك بتساندك. العب بدون خوف. ودايما تبص على المشهد، دايما اللي احنا كنا بنبص عليه جماهيرك وهي مستنياك في المطار وانت راجع بالكاس. الله الله، صح. أنا بشكرك جدا يا نجم على وجودك معانا، كلام جميل جدا استفدنا منه الحقيقة.